مرحبا بكم مجددا، رجعنا لكم في درس جديد. هالمرة راح نبدي بالانستراكشن. الانستراكشن عندنا اول تبويب ببت، اوكي؟ راح ناخذ الاول والثاني والثالث. اول انستراكشن هذني اهم انستراكشنات، يعني اذا ضبطت النورمالي اوبن والنورمالي كلوز ممكن اي سؤال تحله، اي تجربه تحله. زين، فهنا عندنا اول واحد اذا ضغطنا عليه كليك ايمن ورحنا على change instruction type راح تلقى اسمه XIC وليس normally open. شو يعني XIC؟ XIC يعني بانه اسمه examine if close، يعني هذا دائما open. ايش وقت يسوي الاكزامين؟ عندما ايش وقت يشيك اذا صار close، examine if closed، فهو بال already هو open، فهو شو يسوي الاكزامين if closed. بينما النورمالي كلوز شنو اسمه؟ اذا تروح على change instruction type راح تلقى XIO، هذا اسمه examine if open، يعني هو كلوز وانت PLC تعال افحص اذا صار open حتى نغير الاشارة مالته. زين، وعندنا الكويل اذا تروح على instruction type مالته هو OTE. OT تعني output والE تعني energize، يعني output energize، يعني سوي لي هذا الاوتبوت، شغل لي اياه اذا جاتك اشاره. طبعا الاوتبوت مو بس يشتغل بالكونتاكات، ممكن تشغله مباشر، هذا بعدين نشرح ان شاء الله. فهذه تجربه بسيطه، عندك هنا B3:0/0 راح يشغل لك هذا الاوتبوت اللي هو B3:0/1، وعندك B3:0/2 راح شغل لك 0/3. إذن كل وحدة راح شغل output مختلف عن الثانية. أوكي، لحد هنا عرفنا إيش جاي يصير. خلينا نجي للباينري اللي حكينا عليه بالداتا فايلز. بالباينري شوف هنا عد الباينري وورد واحد، أوكي، اللي هو من 0 إلى 16، من 0 إلى 15، يعني 16 بت. احنا متفقين بانه الوورد هو 16 بت، ممكن هذا تزوده، هذا الادريسنج مال الباينري. اذا عندك كونتاكات هواي تضغط على كليك ايمن بروبرتيز والاليمنت راح تسويها فرضا 10 وتضغط ابلاي. اوكي زين، اروح على الباينري شوف صارن 10 وورد، وورد 0 1 لحد 9، وكل وورد قد يتحمل من 0 إلى 15، يعني 16 بت. أوكي، هسه أعتقد واضحة. هسه لما ما نجي نسوي له كومبايل ما عندي إرر، وأحفظ البرنامج مالتي وأسوي له ريفرش في الإيموليتر. زين، لما ما أجي أسوي أونلاين، شوف بالأونلاين هذا مباشرة اشتغل عندي B3:0/3. أجي بالباينري، بالباينري راح تلقاه صاير واحد، اوكي، اللي هو عنوانه الميموري لوكيشن مالته B3:0/3 1، بينما هذا بعده منطفي. هذا اللون الاخضر في الالن برادلي في الار اس لوجيكس يعني بانه الكونتاكت موصل وليس مسوي عليه توجل. هسه ماكو توجل، اوكي، ولكن موصل هذا، اوكي، فهنا هذا موصل بدون ان اسوي له توجل. لما ما اجي اسوي له توجل، اوكي، واروح اشيك الباينري، شوف هذا صار توجل اللي هو 0/2 بينما ال 0/3 انطفى. ليش؟ لانه هذا يعمل عمل بوابه نوت، دائما النورمال كلوز حتى لا تخربط بيه خلي ببالك بانه يعمل عمل بوابه نوت. اوكي، لما ما تجي للاول وراح اسوي له توجل بت اللي هو 0/0 المفروض يشغل 0/1، بالباينري راح تلقى ال 0/0 شو مشغل لك؟ مشغل لك ال 1، هذا مشغل لك هذا، اوكي، هذا اسمه لايت سويتش، هذا اسمه اوتبوت. بينما واحد يجي يسال يقول شنو فائده هذه باقي البتات؟ اظني يعني موجودات اوريدي تستخدم انت، لا ما تستخدمين، ما ياثر اي شيء على البي ال سي. هسه انا حاجز من البي ال سي فقط هذه الاربعه، هذا مسميه لايت سويتش الاول اللي هو ها، وهذا مسميه اوتبوت اللي هو هذا هنا صاير، واللي بعده لايت سويتش اللي هذا هنا، اوكي، واللي بعده اوتبوت. انا فقط هذه الاربعه جاي استخدمهم، الباقيات كلهم بدون استخدام باقي. اوكي، هسه لحد هنا ان شاء الله صارت
واضحة الفرق بين normally open وال normally close. ممكن هذا تعطيه نفس العنوان هذا 0.0، هذا ايضا نسويه، نسوي له offline، هذا 0.2 راح اسوي 0 ايضا. اوكي نسوي له compile. اوكي نسوي له refresh. زين هسه راح اسوي اونلاين. شوف بالاونلاين هذا قبل اشتغل، بينما من اشغل الاول اشتغل الاول وطفى الثاني اوتوماتيك. ليش؟ لانه الميموري لوكيشن نفسه، هذا بي 3 كولن 0 سلاش 0 وهذا بي 3 0 كولن عفوا 0 سلاش 0. اذا اثنينهن نفس العنوان اللي هو تروح لما ما تروح للباينري راح تلقاهن اثنينهن نفس العنوان هنا. اوكي وش مشغل؟ مشغل هذا. اذا طفي الاول، اذا طفي الاول راح يشتغل الثاني، راح يشتغل الثاني. اوكي هذا اوريدي معبر بدون، شوف بدون توغلينج، بدون اي، بدون ما سوى اي شيء هو يعبر لانه نورمالي كلوز. اوكي لحد هنا اتوقع صار واضح جدا الفرق بين النورمالي اوبن والنورمالي كلوز. ان شاء الله استفاديتوا، اي شيء كتبوه بالتعليقات. تحياتي لكم.